هل يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى بعد أن حجت لنفسها وماذا يشترط لذلك؟ نعم، يجوز للبنت أن تحج عن أبيها المتوفى، وكذلك للابن أن يحج عن أبيه، وكذلك للأخ أن يحج عن أخيه، ولا حرج في ذلك إذا كان هذا الحاج قد أدى فريضة الحج عن نفسه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أمها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أمها. نعم، يجوز لها أن تحج حتى لو كان لها إخوة ذكور بالغين. نعم، ولو كان لها إخوة ذكور بالغين، يعني لا تلزم هذه الوظيفة الرجال، لكن يقوم بها الرجال والنساء. ولهذا سألت امرأة من خثعم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، فأذن لها أن تحج وهي امرأة عن رجل. ولكن يشترط لها المحرم؟ نعم، لابد من المحرم في كل سفر، سواء سفر الحج أو غيره، وسواء سافر الإنسان سافرت المرأة لحجها عن نفسها أو لحجها عن غيرها. نعم.